نشرت أحد المواقع الأجنبية صور غريبة تظهر عليها امرأة أمريكية تبلغ 44 من عمرها وتدعى تيري جريم وهي ترضع كلبها من ثدييها. وقد صرحت تيري جريم في إحدى لقاءاتها أنها لم تكن تستطيع إطعام ولديها من ثدييها لأحد الأسباب، وفي حين كانت تعصر الحليب من ثدييها وتضعه في زجاجة من أجل إطعام طفلها اقترب منها كلبها وبدأ يلعق الحلمة. وفقا لأقوال المرأة أن في ذلك الحين فهمت أن كلبها يحتاج لها ولحليبها، وكررت تيري إطعام كلبها وما زالت تطعمه من ثدييها خلال عامين. واعترفت أنها بدأت تشعر بأمومتها فقط بعد أن بدأت بإطعام كلبها من ثدييها. وبدأ ويظن المختصون النفسيون بأن تصرف المرأة الغريب يرتبط بالمشاكل النفسية التي رافقت حالة الاكتئاب ما بعد الولادة.